الأول الانتخابات الرئاسية، أعتبر أنه اليوم هذه الفرصة لتنقيط المناخ السياسي نحو لنتمكن من الذهاب إلى انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة. أول طلب هو إطلاق سراح الصحفيين ومساجين الرأي والمساجين السياسيين، رفع اليد عن القضاء، ونشوف القضاء اليوم يتم توظيفه لضرب الخصوم السياسيين والمعارضين والصحفيين تفعيلا لمرسوم 54، الإعلام والقضاء. وكذلك اليوم معنا من خلال قضية سونيا الدهماني اللي نعتبر أنها تعرضت إلى مظلمة وتم انتهاك حقها في محاكمة عادلة علاوة على الانتهاكات الأخرى. تم الحديث كذلك على الظروف اللا إنسانية التي تعيشها سونيا وبقية المساجين سواء في سجن منوبة وغيرها من السجون. الحقيقة وضع صعيب في السجون اليوم يعيشوا كل المساجين، هذه ملاحظة الرابط وملاحظة المحامين والعائلات. عديد التشكيات من الاكتظاظ، من نقص في التهوئة، من نقص في المواد الأساسية، نقص في الماء الصالح للشراب، نقص في التنظيف والمواد النظافة وغيرها من أمور متعلقة بالسلامة الجسدية للمساجين. هذا يخلينا اليوم أن نطق صرخة فزع في علاقة بوضع السجون اللي لا سونيا لا بقية السجينات كسواء سعدية ولا شريف الرياحي أو غيرهم في سجون النساء والرجال، الوضع في السجون كارثي ولا إنساني، ويجب على السلطات السياسية أنها تنكب اليوم حول من أجل إصلاحات عميقة في السجون وتحسين أوضاع السجون لكي ترتقي إلى أوضاع إنسانية.